طبعا الايام دي احنا بندور على الفاكهة والخضار، لان دي من اهم الاشياء اللي بتقوي الجهاز المناعي في الوقت اللي احنا عايشينه ده. وكل كلامنا عن فيتامين سي وموجود في البرتقال، موجود في فاكهة تانية ولا لا، ازاي نعرف نقوي جهازنا المناعي بفواكه وخضار مختلف ومتنوع علشان يكون في اكلنا دايما. الحمد لله بنلاقيها، والحمد لله بنلاقيها بكميات كويسة ومناسبة للي احنا فيه دلوقتي، لان الناس طبعا ودي عادتنا بتحب لما يبقى في ظروف تاخد اكتر ويبقى عندها احتياطي يعني. المهم ان احنا بجانب ده كمان دلوقتي عندنا اسواق جديدة. اسواق جديدة بمعنى انه بقى في اسواق في الخارج بتاخد مننا الخضروات والفاكهة، بتاخد من مصر في هذا التوقيت. الموالح تحديدا ليها ابواب خارج مصر كنوافذ بتدخل منها ليها هذه الاسواق، اسواق في بلدان اخرى، في اماكن تانية محتاجة لهذه الفواكه والخضروات في التوقيت اللي احنا عايشينه ده، لانهم اكيد عايزين يكون عندهم فائض علشان الحالة الخاصة بمحاربة فيروس كورونا. الاسواق الجديدة دي ناخد فكرة عنها ونشوف كمان ازاي بتخدم الاقتصاد مع ضيفنا الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة. اهلا بيك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، ازاي الاسواق الجديده دي بتضيف للقطاع الزراعي، وفين اهم هذه الاسواق؟ طبعا خلينا الأول نقول الحمد لله القطاع الزراعي في مصر باشا طفرة حقيقية من عام 2014 وحتى الآن. في اهتمام واضح من فخامة الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي الحقيقة بتطوير المنظومة الزراعية، بتحديث الاستثمار الزراعي، وإن احنا نضخ استثمارات في شتى مجالات الانتاج الزراعي، سواء انتاج حيواني او داجيني او سمكي او انتاج نباتي. في اهتمام بالتوسع الافقي في المنظومه الزراعيه والتوسع الراسي في المنظومه الزراعيه، تحسين انتاجيه وحده الارض، وكمان في اهتمام بتحسين الاستفاده من كل وحده ميه. الحقيقه كل الاستثمارات وكل الجهود اللي قامت بها الدوله، سواء في مشروع الواحد ونص مليون فدان، في استنباط اصناف جديده من التقاوي من خلال الباحثين اللي بيعملوا في مركز بحوث الزراعيه، من خلال جهود المركز بحوث الصحراء والباحثين الموجودين فيه، من خلال تكلفات معالي الوزير الاستاذ سيد القصير لكل قيادات الوزاره بضروره تعظيم الاستفاده من العائد الزراعي، وضروره فتح اسواق خارجيه جديده، وضروره التنسيق المستمر مع دول العالم الخارجي. احنا قدرنا في الفتره الاخيره دي من عام 2019 وحتى الان فتح عدد كبير جدا من الاسواق الخارجيه، والحقيقه الحمد لله احنا فتح عندنا في عام 2020 بس لوحده حوالي 7 اسواق خارجيه جديده، لكن كان قبل كده في حوالي 17 سوق خارجي جديد كان تم فتحهم برضو. ده بيضاف الى القائمه الخاصه بالدول المستقبله للواردات الزراعيه المصريه والصادرات الزراعيه المصريه. والحقيقه في جهود كبيره بتقوم بها الدوله المصريه من اجل زياده هذه الصادرات. الحقيقه كل الجهود اللي قامت بها الدوله هتتمثل في ان احنا بدانا ننسق مع الاسواق الخارجيه، بدانا نعرف احتياجاتهم، بدانا ننسق معاهم ونعرف اشتراطاتهم الصحيه، واحنا كمان عندنا اشتراطاتنا الصحيه اللي احنا بنطبقها، والاشتراطات الخاصه بالمواصفات القياسيه الزراعيه المصريه اللي احنا بنطبقها على المنتج اللي بيتم تداوله محليا او بيتم تصديره. ده ادانا ثقه في المنتج الزراعي المصري، الحصيله الزراعيه المصريه اصبح فيها ثقه محليه وثقه دوليه في هذه المنتجات. هنلاقي الحمد لله كل الحظورات اللي كانت مفروضه في اعوام سابقه تم رفعها بالكامل من عام 2019، بدانا ان احنا نشيل كمان الضغوطات الاضافيه. ودي نقطه مهمه جدا طبعا. بالظبط. كمان بدانا نشيل الفحوصات الاضافيه اللي كانت مفروضه على الصادرات الزراعيه المصريه، على بعض اصناف من الصادرات الزراعيه المصريه كلها بيتم رفعها بشكل تدريجي وبشكل مستمر. دلوقتي احنا شغالين في ده الحمد لله، كمان بنفتح اسواق جديده. كل الجهود دي ساهمت في ان احنا نزود حجم الصادرات الزراعيه بتاعتنا. احنا كنا مثلا في عام 2018 كنا 4.5 مليون او اسف 2017 كنا 4.5 مليون، ثم 5 مليون في 2018، ثم 5.5 مليون في 2019، والنهارده من 1 يناير وحتى بدايه شهر يونيو احنا مصدرين اكثر من 3 مليون طن. احنا مصدرين 3.3 تقريبا مليون طن من الخضروات والمنتجات الزراعيه، فده رقم كبير نحط جنبه والفاكهة المطلوبة كمان في التوقيت ده. شكرا جدا دكتور محمد القرش على التوضيح، معاون وزير الزراعة. يبقى القطاع الزراعي احنا كده اطمننا عليه، وانه الحمد لله عندنا القدرة على انتاج الفواكه والخضروات خاصة اللي مطلوبة في الفترة دي.